صعوبة كانت المدارس الموسم العاشر ومباراة في دور الـ 32، وهفكركم بالنتيجة 165 الرسالة الخاصة بالفيوم، 45 رافع العسوية سوهاج. ودلوقتي مع آخر فقرة، فقرة عجلة الحظ. عجلة الحظ. أول سؤال إسراء، تفضلي يا إسراء، وهنشوف السؤال الأول موضوعه إيه. تفضلي. جوكر، تمام إسراء، جبتي جوكر، قوليلي تحبي تسأله فيه؟ قدرات ذهنية. ممكن قدرات ذهنية. خلاص، سؤال في قدرات ذهنية بـ20 نقطة ولا بـ30 نقطة؟ 30. يوصل بازل. قدرات ذهنية، والسؤال هو حل المسألة الآتية: 97 زائد 64 زائد 31 في 22 يساوي كام؟ عشر ثواني. ثانيتين، ثانية. زياد ما لحقتش يا زياد، في إجابة ولا مفيش إجابة؟ ماري إجابتك 702. 802 يا ماري، إجابة خاطئة. الإجابة الصحيحة 843. سمر، تفضلي يا سمر. سمر محمود، والسؤال الثاني وهنشوف موضوع السؤال ايه. لفة كاملة يا سمر. ده يعني النهاردة مش يومكم. يوم ما شاء الله. والله بجد مش عارف اقول لكم ايه. في الحالة دي هتختاروا موضوع السؤال، تحبوا يتسألوا في ايه؟ معلومات عامة. معلومات عامة. سؤال بـ20 نقطة ولا بـ30 نقطة؟ 20. معلومات عامة، والسؤال هو من هو أصغر قائد عسكري في تاريخ الإسلام؟ من هو أصغر قائد عسكري في تاريخ الإسلام؟ اختاروا الرسول لقيادة الجيش. هقول الزبير بن العوام. إسلام، إجابة خاطئة. أحمد مصطفى. أسامة بن زيد. أسامة ابن زيد. 18 سنة. 18 سنة. أحمد مصطفى، إجابة صحيحة. أسامة بن زيد هي الإجابة الصحيحة. وبكده النتيجة 185 رسالة الخاصة الفيوم، 45 رافع العسوية سوهاج. سؤال الثالث لميس وائل، تفضلي يا لميس. رياضة، سؤال في الرياضة. قبل ما أسأل السؤال عايز أروح لشجع لايف، ومعانا بطلة من أبطال العباقرة كلاوديا. ازيك يا كلاوديا؟ ازي حضرتك؟ أنا كويس الحمد لله. بتعملوا إيه الأيام دي؟ بتستعدوا ولا لأ؟ بالظبط، بنستعد جدا للموسم العاشر. يعني ناويين ترجعوا بالكاس المره دي ولا ايه؟ ان شاء الله. كلاوديا بتمنى لك كل التوفيق. نحيي كلنا كلاوديا، من افضل الناس اللي لعبت معانا في الموسم التاسع. دلوقتي عندنا سؤال في الرياضه. الرياضه، والسؤال هو من هو اول لاعب مصري يشارك في الاولمبياد في دورة استوكهولم 1912؟ كان مشارك في رياضة السلاح. سؤال صعب بس المعلومة مهمة. مفيش إجابة. أنا مكنتش متوقع أن السؤال ده هيتجاوب، بس دي معلومة مهمة لازم نبقى عارفين مين أول بطل مصري شارك في الأولمبياد. الإجابة الصحيحة أحمد حسنين باشا. آخر سؤال يحيى جمال، تفضل يا يحيى.
هنشوف يحيى جمال. والسؤال الرابع والأخير وموضوع السؤال إيه؟ والله كويس، الحظ بيبتسم في نهاية الحلقة. يحيى جبت الجوكر، بحب يتسألوا فين؟ علم إن شاء الله. علم، تمام. قبل ما أسأل السؤال ده عايز أروح أتكلم مع سالي. سالي من رافع العسوية. إزيك يا سالي؟ زي حضرتك يا مستر، الحمد لله. أنا كويس الحمد لله، بس أنا زعلان على نتيجة ماتش النهاردة. معلش بقى، توتر بقى. توتر آه، بس كان أدائهم أفضل من كده في التصفيات. هما محتاجين يرجعوا يستعدوا ويرجعوا لنا تاني، صح ولا غلط؟ إن شاء الله. وأنتي مش هتشاركي معانا في العباقرة يا سالي ولا إيه؟ حلمي. حلمك تشاركي؟ آه. أديكي اتفرجتي على الاستوديو، المرة الجاية تبقى قاعدة جوه الاستوديو. إن شاء الله. شكرا يا سالي. آخر سؤال. سؤال بعشرين نقطة ولا بتلاتين نقطة؟ علم. والسؤال هو جغرافيا، في أي دولة يقع نهر موسكوفا؟ في أي دولة يقع نهر موسكوفا؟ سبع ثواني. إسلام، موسكوفا في دولة إيه؟ روسيا. روسيا يا إسلام، إجابة صحيحة. وأقول لك على خبر كمان، إسلام النهاردة أنت معاك لقب أفضل لاعب بـ 55 نقطة. مدرسة رافع العسوية، هارد لك 75، كنت أتمنى السكور يبقى أحسن من كده، وكنت أتمنى إن التوتر ما يأثرش عليكم بالمنظر ده. خدتوا التجربة، استعدوا ورجعوا لنا تاني. كلنا نحيي مدرسة رافع العسوية. وبكده يبقى إجمالي النقط اللي حصل عليها طلابنا في حلقة النهاردة 260 نقطة، وكل نقطة ب 2000 جنيه بما يساوي 520 ألف جنيه، ويبقى مجموع المبلغ من أول حلقة لحد دلوقتي 3,630,000 ألف جنيه من البنك الأهلي للمشاركة في النهوض بالمنظومة التعليمية في مصر. الرسالة الخاصة الفيوم، واضح أن أنتم مستعدين، لو كملتوا بنفس المستوى أتوقع أن أنتم هيبقى ليكم شأن في الموسم العاشر. الله. أتمنى لكم كل التوفيق. نحيي كلنا مدرسة الرسالة الخاصة بالفيوم. ولا لقاء وحلقة جديدة مع العباقرة.